طب طب ما بالظبط هم اللي بيساعدوا. سألت سؤال وجيه قوي لميس، هل هناك علاقة بين الفيروس وبين الكانسر؟ وسألتيني سؤال مهم برضو فيما لاحق يمكن قبل الحلقة، علاقة فيروس الورم الحليمي وعنق الرحم. عنق الرحم، عشان ده فيه كان من الأسئلة برضو اللي عندنا. أوكي. عنق الرحم، هل عنق الرحم لازم نعمل ال يعني بصراحة سمعنا عن تحاليل معينة ولا الباب سمير كفاية؟ طيب ده بيتطرقنا، هل هناك علاقة بين الفيروس وما بين الكانسر؟ أدي واحد منهم احنا قلناه دلوقتي، اللي هو فيروس عنق الرحم الحليمي اللي هو هيومن بابيلوما فيروس. أدي فيروس بيؤدي لكانسر. أشهر مرض سرطاني في مصر أورام الكبد ناتج من فيروس اللي هو التهاب الكبدي جيم فيروس سي. ففي هناك علاقة ما بين الفيروسات وما بين الكانسر. السؤال سابق أوانه قوي، هل هناك علاقة ما بين فيروس كورونا والكانسر؟ We don't know، ما نعرفش. ولكن يعني هل الكورونا ممكن تجيب كانسر؟ ولكن في خلال سنوات طبعا بالملاحظة لو تبين ظهور نسب من نوعيات معينة من الكانسر بشكل أعلى على مستوى العالم قد يتم ربطها بفيروس كورونا. طيب. We don't know yet. عنق الرحم بقى، عشان أنا عندي أسئلة كتير على السوشيال ميديا. طيب. عنق الرحم هو فيروس اسمه الهيومن بابيلوما فيروس. هذا الفيروس بيصيب الشباب الصغيرين وخصوصا في الدول المنفتحة جنسيا، وخلينا نتكلم بوضوح شديد جدا. الدول اللي عندها تعدد في العلاقات الجنسية، تعدد وعلاقات مبكرة. لما جم حصلوا لقوا ان هذا السرطان متواجد في هذه الدول بنسب عالية 5-6%، الرقم كبير. فبالتالي ابتدوا يدرجوا اللقاح اللي بيؤدي الى اختفاء هذا الفيروس اللي هو بينقل عن طريق الممارسه الجنسيه، اسمه الهيومن بابيلوما فيروس، واللقاح بيؤدي الى كيلينج لذيس فيروس. فنزلت نسبه سرطانات عنق الرحم في هذه الدول الى 0.5 من 5 الى 0.5. احنا عندنا في مصر كام؟ 0.9. وعلى فكره الابحاث اللي عملناها عندنا في الجامعات في مصر اثبتت انه معظمهم هيومن بابيلوما نيجاتيف. أقصد أقول إن ضرورة تطعيم الفتيات المصريات بهذا اللقاح ما هياش ضرورة قصوى. لكن الكشف بقى الباب سمير. طبعا ده مهم طبعا. بس ده بعد الزواج. ده بعد الزواج. اللي هو في سن كام بقى مثلا؟ ابتداء من بعد الزواج يعني حسب يعني طبعا سن الزواج.